محاضرة اليوم هي بعنوان ثورية ديفيد بوم. ما تخربطوا بين بوم وبور، هذا بوم بي او اتش ام، بور بي او اتش ار. بور هو الاسم اللامع في ميكانيكا الكوانتوم وفي نظرية الذرة. هذا عالم آخر اسمه ديفيد بوم. طبعا هذه أيضا تندرج ضمن سلسلة ثورية العلماء. ديفيد بوم عالم أمريكي، وعالم أمريكي في الواقع، ولكن عاش أغلب وقته في إنجلترا في بريطانيا. السبب في ذلك أنه في مطلع الخمسينيات اجتاحت الولايات المتحدة موجة من الهستيريا التي مثلها مكارثي اللي كان في مجلس الشيوخ الأمريكي. مكارثي قاد حملة ضد اليساريين والليبراليين، ويعني صار يتهم عن جنبه طرف، صار يتهم الناس إنهم شيوعيين عن جنبه طرف، وقاد حملة تماما تذكرنا بالحملة التي قادها بعض الناس في أو السلطات الدينية وغيرها في القرن السابع عشر ضد الساحرات. يعني صار الاتهام، أخذوا يتهمون النساء المسنات عن جنب طرف بأنهم ساحرات. وهون ما قام به مكارثي في الولايات المتحدة يذكرنا بذلك. يعني هو قام بحملة شعواء ضد المثقفين وضد المفكرين وضد العلماء بحجة أنهم يميلون إلى الشيوعية أو أنهم شيوعيون. وطبعا كانت هذه مجرد اتهامات، وفي الواقع اضطهد العديد من كبار المفكرين والمثقفين الأمريكيين على يدي مكارثي وحملته الشعواء. الآن من ضمن الذين تأثروا بهذه الحملة الشعواء كان العالم الأمريكي ديفيد بوم، كان شابا آنذاك وحرم من أي وظيفة في الجامعات الأمريكية. يعني كانت نتيجة هذا الاضطهاد، كانت نتيجة استدعائه إلى محاكم التفتيش المكارثية، هيك بدي أسميها محاكم التفتيش المكارثية، أنه حرم في الواقع من أي وظيفة في أي جامعة أمريكية. الجامعات الأمريكية طبعا مكارثية كان لها سطوة على الجامعات الأمريكية، في الواقع رفضت توظيفه أو تعيينه فيها، فحس أنه بدون عمل. طبعا كان يعني عقلا كبيرا جبارا، ومع ذلك رفض من يعني لم تقبل الجامعات الأمريكية أن تعينه. ظل من دون شغل لفترة من الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية بفعل هذا الاضطهاد. فما كان منه إلا أن فكر في الهجرة إلى بلدان أخرى، علّه يجد هناك وظيفة شاغرة في جامعة ما. ذهب إلى البرازيل، ثم ذهب إلى الكيان الصهيوني، هو كان يهوديا، ذهب إلى الكيان الصهيوني. لم يعجبه الوضع يبدو لا في البرازيل ولا في الكيان الغاصب، والنتيجة كانت في الواقع أنه استقر في بريطانيا في لندن، وعمل في جامعة لندن في باكبك كوليدج في جامعة لندن، وظل هناك حتى وفاته في بريطانيا. فهو إذا هاجر من الولايات المتحدة، يعني خلاصة القول أنه هاجر من الولايات المتحدة إلى بريطانيا، وهناك وجد مركزا جيدا في جامعة لندن، واستمر يعمل في بريطانيا حتى وفاته. لكنه أمريكي، يعني كان أمريكيا، وإن عاش جل وقته أغلب حياته في بريطانيا. أن ديفيد بوم في الواقع كان مفكرا، يعني لم يكن مجرد فيزيائي، كان مفكرا، ويمكن القول إنه كان فيلسوفا أيضا. بالإضافة إلى كونه فيزيائيا متميزا، كان أيضا مفكرا وكان فيلسوفا. وطبعا له كتب فلسفية مهمة جدا، يعني ويمكن أن تدرس فلسفيا بصرف النظر عن إسهاماته في الفيزياء. يعني أنا حتى يعني أنصح طلبة الدكتوراه
بالفلسفة مثلا أن يتناولوا عمله. يعني ممكن أن يضع المرء الطالب مثلا، أن تتمحور رسالة الدكتوراه لطالب حول العمل الفلسفي لديفيد بوم، يعني ديفيد بوم بوصفه فيلسوفا. فأين تكمن أو أين تكمن ثورية ديفيد بوم؟ الآن هون خلينا نرجع قليلا إلى الوراء، عندما عام 1927 برز في مؤتمر سولفي الذي عقد في بروكسل في بلجيكا. في هذا المؤتمر تبلور ما سمي بالفهم الأرثوذكسي التقليدي لميكانيكا الكوانتم، ما نسميه تأويل كوبنهاغن لميكانيكا الكوانتم. وطبعا كان على رأس هذا التأويل نيلز بور وفرنر هايزنبرغ. طبعا والتف حولهما العديد من كبار العلماء مثل ماكس بون، حتى ديراك إلى حد ما، وطبعا فولفغانغ باولي كان متحمسا كثيرا، يوجين فيجنر، جون فون نويمان إلى آخره. فسيطر في الواقع، يعني سيطرت يعني بور استطاع بقدرته الهائلة على تقديم الحجج، يعني كان عبقريا في توليد الحجج، في فرقعة الحجج. فاستطاع في الواقع أن يسيطر على الجماعة العلمية آنذاك، وأن يهيمن في الواقع فكريا على الجماعة العلمية. فبمعنى آخر، يعني هو رسخ تأويل كوبنهاغن، وقال إنه التأويل الوحيد الذي ينسجم مع التجارب التي تمت، ومع التركيبة الرياضية لميكانيكا الكوانتم. يعني زعم بور أن تأويل كوبنهاغن لا مهرب منه، أنه التأويل الوحيد الممكن لميكانيكا الكوانتم. هذه سادت الفكرة. طبعا عززها جون فون نويمان الرياضي المشهور عام 1932 في الواقع. جون فون نويمان برهن بين قوسين رياضيا بأن لا يمكن أن يكون هناك نظرية أكثر جذرية من ميكانيكا الكوانتم، وفي الوقت ذاته تكون غير احتمالية، يعني تحديدية 100%. يعني هو قال بأنه رياضيا، أنا أريد أن أبرهن لكم أنه رياضيا ميكانيكا الكوانتم في الواقع هي النظرية الأكثر جذرية، لا يمكن أن يكون هناك نظرية أكثر جذرية من ميكانيكا الكوانتم، ومع ذلك تكون محددة 100%، أي لا تكون احتمالية، ويكون فيها ما يسمى الهيدن variables أو المتغيرات المستترة. يعني ليس هناك نظرية تتضمن متغيرات مستترة لما نكتشفها، بحيث تكون أكثر جذرية من ميكانيكا الكوانتم، بحيث تكون ميكانيكا الكوانتم مجرد تقريب إحصائي لهذه النظرية. لأن هذه كانت وجهة نظر أينشتاين. وجهة نظر أينشتاين أنه لابد أن يكون هناك نظرية أكثر جذرية وأشمل من نظرية الكوانتم، وليست احتمالية في جوهرها، ليست نظرية احتمالية في جوهرها، وإنما هي نظرية تحديدية كاملة التحديد، يعني تطيع مبدأ السببية طاعة كاملة، وفي الواقع تعطينا نتائج محددة وليست احتمالية. قال لابد أن يكون هناك نظرية وتتضمن متغيرات مستترة لما نكتشفها بعد، لم نكتشفها بعد، وهذه النظرية الميكانيكا الكوانتم تنبع منها فقط بوصفها تقريبا إحصائيا لهذه النظرية. هذا في الواقع كان وجهة نظر أينشتاين، ولذلك صارت تسمى نظرياته أو تصوره صار يسمى، أو النظريات التي كان يسعى إليها صارت تسمى نظريات المتغيرات المستترة Hidden Variable Theories. هون بور قال لا،
أنت غلطان يا أينشتاين، هذا أقصى ما نستطيع أن نصل إليه ميكانيكا الكوانتوم كما أولتها مدرسة كوبنهاجن. ليس هناك مهرب، هذه هي النظرية الأكثر جذرية ولو أنها احتمالية. أما النظرية التي أنت تفكر فيها هذه مستحيلة، لا يمكن أن يكون هناك مثل هذه النظرية التي تفكر فيها يا أينشتاين، وإنما هذه النظرية الكوانتوم هي النظرية الأكثر جذرية ولا نستطيع أن نعرف أكثر من ذلك. هي تضع حدودا لمعرفتنا للطبيعة، أكثر من ذلك ما في إمكانية. لا بل حتى لغتنا أصلا كلاسيكية، ولغتنا لها حدود، لغتنا لها حدود، وهذه الحدود تنعكس في تأويل كوبنهاجن. على أي حال بديش أدخل في كل التفصيلات، لأن هناك الكثير من الحجج التي أوردها نيلز بور في هذا السياق. طبعا أينشتاين لم يستسلم، ظل يناكف بور، يعني خصوصا في المؤتمر، أيام مؤتمر سولفي، ظل يطرح في الواقع تجارب فكرية تحاول أن تبين أن نظرية الكوانتوم إما أنها لها حدود أو أنها غير مكتملة. يعني يحاول أن يبين أن نظرية الكوانتوم غير مكتملة بسلسلة من التجارب الذكية جدا، لكن بور استطاع أن بين قوسين أن يدحضها، يعني إلى حد كبير أن يجابهها. استطاع بور أن يجابهها وأن يبين أنها غير مقنعة في الواقع، برغم عبقرية أينشتاين. أينشتاين كان يعني طرح أكثر من فكرة، أكثر من تجربة فكرية على بور، ولكن بور استطاع أن يجابه كل ذلك بحجج أقوى في الواقع من حجج أينشتاين. لكن ظلت الفكرة. طبعا المشكلة أنه جاء فون نويمان سنة 1932 أعطانا برهانا رياضيا، برهان بين قوسين، لأنه تبين لاحقا أنه في نواقص هذا البرهان. ولكن في ذلك الوقت فون نويمان قال أنه هذا برهان رياضي على صحة ما يقوله بور، على أن هذه النظرية رياضيا هي أقصى ما نستطيع أن نحصل عليه. نظرية الكوانتوم، كوانتوم ميكانيكس، ميكانيك الكوانتوم، أنه ليس هناك هيدن فاريبل ثيوري، ليس هناك نظرية متغير مستتر كما يقول أينشتاين، أكثر جذرية من ميكانيكا الكوانتوم، ولكنها تتضمن متغيرات مستترة تضمن أن تكون النظرية غير احتمالية وإنما تحديدية 100%. قال إنه ليس هناك نظرية، ولا ونظرية الكوانتوم هي نهاية المطاف، لأنه لا نستطيع. لو كان في لدينا نظرية كما تقول أينشتاين، نظرية متغيرات مستترة، فلن نستطيع أن نشتق منها ميكانيكا الكوانتوم التي تؤكد صحتها التجارب. فإذا قال إنه علينا أن نبدأ، يعني نقطة البدء يجب أن تكون ميكانيكا الكوانتوم، وهي ليست نتيجة لنظرية أكثر جذرية منها، هي الأساس، ولا نستطيع أن نجد أساسا أكثر جذرية منها. وطبعا فيما بعد، بعدين في الواقع بعد كم من سنة، بعد سنتين ثلاثة، بعض الرياضيين بينوا على أن برهان فون نويمان منقوص، ولكن لم يلتفت أحد لهم. لكن تبين أن هناك كان خطأ في برهان فون نويمان، ولكن بعدين في الستينيات حتى تبين ذلك تماما. على أي حال سيطرت إذن هذه الفكرة على عقول، على الجماعة العلمية. طبعا لم يقتنع بذلك أينشتاين، ولم يقتنع بذلك شرودنجر، وربما بعض الآخرين، ولكن بصورة أساسية ألبرت أينشتاين وإيرفين شرودنجر في الواقع لم يقتنعا مطلقا بهذه الفكرة، وظلا يحاولان أن يبينا إما لا معقولية ميكانيكا الكوانتوم أو عدم كونيتها بوصفها نظرية. يعني أراد شرودنجر أن يبين أنه لا يمكن أن تكون كونية، لا يمكن أن تكون هذه النظرية كونية، لابد أن تكون محدودة الفاعلية، خارج هذه الحدود تفشل هذه النظرية. حاول هذا ما حاول شرودنجر أن يبينه عبر قطة شرودنجر المشهورة، التجربة الفكرية. وأينشتاين حاول يبين أنها نظرية غير مكتملة، أي أنها تشير بالضرورة إلى نظرية هيدن فاريبل ثيوري، إلى نظرية متغيرات مستترة. حاول هذا ما حاول أينشتاين أن يفعله. ثم بعد ذلك انصرف، هاي حتى عام 1935، بعد ذلك انصرف أينشتاين وشرودنجر أيضا في بناء نظرية مجال موحد،
وفي الواقع لم يفلحا تماما في ذلك. ولكن على أي حال، هذا كان الوضع، وضع أنه هيمنة تأويل كوبنهاجن وهيمنة تأويل نيلز بور تحديدا على الساحة الفيزيائية. الآن أول من تحدى هذه الهيمنة بعمل جريء جدا كان ديفيد بوم. ديفيد بوم كان أول من تحدى ذلك فعليا فيزيائيا، وليس فقط فلسفيا أو بتجارب فكرية كما فعل شرودنجر وأينشتاين. لا، ديفيد بوم في الواقع عام 1952 أصدر ورقة في الفيزيكال ريفيو، اللي هي المجلة الأمريكية المشهورة، نشرها في الفيزيكال ريفيو، وفيها بين، يعني أعطانا طريقة أخرى في فهم ميكانيكا الكوانتوم، في تأويل ميكانيكا الكوانتوم. بالنسبة لفون نويمان ونيلز بور هذا كان مستحيل، لكن بين، ها يا جماعة، هاي أنا أضع بين أيديكم تفسيرا آخر لمعادلة شرودنجر ولميكانيكا الكوانتوم، تأويلا آخر وتأويلا ناجحا ومتماسكا. معنى ذلك كون هذا التأويل ممكنا يدل على أن ادعاءكم بأن تأويل كوبنهاجن هو نهاية المطاف هو ادعاء ليس صحيحا، وبصرف النظر عن عما فعله جون فون نويمان. لاحظوا انه هاي تحدى كل ذلك، كان شابا ديفيد بوم في ذلك الوقت. وانا اذكر انه عندما وقعت بين يديه ورقته العام 1952 ذهلت، يعني قرأتها في مطلع السبعينيات في سياق تحضيري لدرجة الدكتوراه، وفي الواقع ذهلت، يعني فيها أصالة وفي الوقت ذاته مقنعة إلى حد كبير وجميلة حتى. يعني معالجته الرياضية لميكانيكا الكوانتوم لم تخلو من الجمال، حتى الجمال الرياضي. ولكن على أي حال، كانت في الواقع، طبعا ديفيد بوم كان خبيرا في ميكانيكا الكوانتوم، خبيرا في تأويل كوبنهاجن، كما دل على ذلك كتاب أصدره قبل هذه الورقة من عام 1951. عمل كتاب بعنوان كوانتوم ميكانيكس، ميكانيكا الكوانتوم، وهو كتاب كلاسيكي اليوم، وفيه ركز على البعد الفكري. وعادة في هذه الكتب لا يتطرق الكاتبون أو العلماء إلى البعد الفكري، وإنما يركزون على البعد الرياضي والتجريبي. ولكن ديفيد بوم في هذا الكتاب ناقش ميكانيكا الكوانتوم وتأويل كوبنهاجن فكريا وليس فقط رياضيا وتجريبيا. كتاب عميق في الواقع أصدره، لكن في ذلك الوقت كان متحمسا لتأويل كوبنهاجن. ولكن في هذه الورقة في الواقع، أنا كما قلت عندما طلعت عليها في مطلع السبعينيات وأنا يعني في سياق تحضيري للدكتوراه، الحقيقة يعني لفتت نظري بصورة صارخة، وأثرت على نمط تفكيري حتى. فهذه الورقة في الواقع عندما يعني كانت جريئة جدا، لأنه كل اللي ساد الذي كان سائدا في الوسط العلمي شابهه. هذا بعد ثوري عند كان ديفيد بوم. ديفيد بوم قال لا، أنتم تقولون هناك استحالة لأن ننتج تأويلا آخر، وتأويلا خلينا نسميه تحديديا وليس احتماليا لميكانيكا الكوانتوم. أنتم تقولون إنه مستحيل هذا الحكي رياضيا، لا ممكن. هاي تفضلوا، هاي ورقتي، تفضلوا. انتم مخطئون، لا تفضلوا، هذا التأويل ممكن، هاي بعرض عليكم هذا التأويل. طبعا بعدها، يعني هذا اعطى حافز لعلماء لاحقا لكي يبينوا ان برهان بين قوسين فون نويمان لم يكن كاملا، كان منقوصا. ولكن على اي حال، هو دحض بالمثال، دحض نتيجة فون نويمان، لأنه قال ما دام هذه ممكنة إذا لا يمكن أن تكون نتيجة فون نويمان صحيحة. أنا ليس لدي برهان على بطلان برهان فون نويمان، ولكن لدي هذه الواقعة، هذه الحقيقة التي تبرهن على أن برهان فون نويمان لا يمكن أن يكون صحيحا. فهو ورقته كيف كانت؟
في الواقع. هو أعاد، تبين لاحقا أنه أعاد اكتشاف تأويل دي بروي. دي بروي وضع تأويلا عام 1924 في ورقته التي بين فيها ازدواجية الموجة الجسيم لجميع الجسيمات، للإلكترونات كما للفوتونات إلى آخره. وفي الواقع وضع هذا التأويل في هذه الأطروحة. دي بروي قال إنه لدينا نحن جسيمات، وهذه الجسيمات تتحرك في مسارات محددة، لاحظ، في مسارات محددة، ومسارات محددة من حيث المبدأ نستطيع أن نحددها تماما، يعني محددة وليست احتمالية، ولكن وترشدها في حركتها موجة مرافقة لهذه الجسيمات كما سبق وشرحتنا في الماضي. طبعا هو عندما عرض دي بروي هي أخذت تسمى بايلوت ويف انتربريتيشن، تأويل الموجة المرشدة. فعندما عرضها في الواقع في مؤتمر صولفي عام 1927 جوبها برفض تام من الغالبية. وفي الواقع عصابة بوهر، خلينا نسميها عصابة كوبنهاجن، تصدت له وأسكتته وأخرسته حقيقة، خصوصا فولفغانغ باولي الذي كان يتمتع بحاد في نقده. فولفغانغ باولي قال له: أنت غبي، اصمت، صح، لا تتكلم، اخرس، إلى هذا الحد يعني. فسكت لأنه كان أمير يحترم نفسه دي بروي، فسكت يعني، أسكتوه في الواقع. ولكن ها هو ديفيد بوم يعيد بطريقة مختلفة ولكن بالمضمون نفسه، يعيد اكتشاف تأويل دي بروي لميكانيكا الكوانتم. فقال إنه أنا أستطيع أن أتعامل، يعني قسم الدالة الموجية لشرودنجر إلى جزئين، بديش أدخل في التفصيلات الرياضية، إلى جزئين، جزء يتعلق بالطول وجزء يتعلق بالسعة الامبليتيود، جزء للامبليتيود وجزء للفيز. فحصل على معادلتين. المعادلة الأولى تبين أنها في الواقع عبارة عن تعميم لمعادلة هاملتون جاكوبي الكلاسيكية، ولكنها تضمنت حدا فيه طاقة وضع تعتمد على الموجة، طاقة وضع تعتمد على الموجة، طاقة وضع غريبة تعتمد على الموجة. هذا ما يميزه عن معادلة هاملتون جاكوبي. ومن جهة أخرى معادلة للطور الموجي، يعني معادلة موجية. فحصل على معادلتين، معادلة تبين كيف يتحرك الجسيم تحت تأثير طاقة الوضع الناجمة عن الموجة المرافقة. ومن جهة أخرى أيضا المعادلة الثانية بين طبيعة الموجة المرافقة للجسيم والتي ترشد الجسيم في حركته. طبعا هو لجأ إلى الاحتمال في النهاية، واضطر حتى أنه أن يفترض شيء ثالث يعني يتعلق بالاحتمال، ولكن الاحتمال في تأويل ديفيد بوم لم يكن احتمالا جذريا في، يعني في داخل، بالضرورة يعني داخلي في النظرية، وإنما كان في الواقع عملي، يعني افتراض عملي. أو المعالجة الاحتمالية كانت عملية وليست جذرية. جذريا لا، النظرية في الواقع كانت كلاسيكية إلى حد كبير، بمعنى أن الجسيمات في الواقع ميز، يعني انه هناك معادله للموجه، معادله للجسيم، معادله الجسيم تحديديه 100% وليست احتماليه، والامواج ترشد ايضا هذه الجسيمات في حركتها. ف يعني رد الاعتبار لمبدا السببيه، ورد الاعتبار للديترمينزم او التحديديه، وبين انه صحيح ان المعالجه العمليه حركة الإلكترونات مثلا تستلزم نظرية الاحتمالات والنظرية الإحصائية، ولكن في جوهرها هذه النظرية ليست احتمالية، وإنما it is a hidden variable theory، هي نظرية متغيرات مستترة، هي يعني النظرية التي أراد أينشتاين أن يصل إليها، اللي هي a hidden variable theory. فتوصل إلى hidden variable theory وقال لفون نويمان: تعالوا يا عمي شوفوا، هذه a hidden variable theory، هاي نظرية
متغيرات مستترة، وأنت قلت إنه مستحيلة، لكن وهي هذه هيها هاي النظرية وهي تنسجم مع معادلة شرودنجر تماما. هكذا أنا فهمت ورقته لعام 1952. أيوة تفضل. هذه كانت طبعا تحديا كبيرا لتأويل كوبنهاجن. تفضل. طبعا كان هناك في إشكال، الإشكال إنه تبين إنه أن هذه النظرية غير موضعية، نون لوكال، بمعنى إنه الجسيم الواحد يتأثر بكل الجسيمات الأخرى مهما كانت بعيدة عنه، سواء كان يتفاعل معها بصورة مباشرة أو لم أو لا يتفاعل، نون لوكال، يعني أن حركة الجسيم تتأثر بفعل الموجة التي تمتد إلى ما لا نهاية، فهو في الواقع يشعر لحظيا الجسيم بكل جسيم آخر في الكون، وهذه فكرة يعني صعب أن نقبلها. نون لوكال، إذا نون لوكال هيدن فاريبل ثيوري هي نظرية متغيرات مستترة ولكن غير موضعية، نون لوكال. هذه كانت مشكلة وما زالت أنا أعتقد هي مشكلة، يعني ما زالت. طبعا في مشكلة أخرى في هذا التأويل، مشكلة أخرى أنه لا ينسجم مع نظرية النسبية الخاصة. طبعا فيما بعد يعني زعم بعض العلماء أن هناك من استطاع أن يوفق بين نظرية النسبية الخاصة وبين تأويل بوم، ولكن أنا لست مقتنعا تماما في ذلك. على أي حال، هاي كان تحدي كبير أمامهم. عرض ديفيد بوم هذه الفكرة، قال تفضلوا هذا تأويلي أنا، وهو تبين لاحقا كما قلت أنه صار أخذ يدعى هذا التأويل تأويل بوم دي بروي، لأنه كان إحياء لتأويل دي بروي، دي بروي بوم دي بروي انتربريتيشن أو بايلوت ويف انتربريتيشن. تحدي كبير بلا شك يعني. طبعا فيما بعد طبعا لم يكن من ممكن ان يتم تجاهل، يعني حاولوا ان يتجاهلوا ما قام به ديفيد بوم ولكنهم لم يستطيعوا تماما. شو اللي عمله ديفيد بوم؟ ارسل ورقته الى اينشتاين، لانه اينشتاين توفي عام 1955، اي بعد 3 سنوات من صدور هذه الورقة. لم يتحمس أينشتاين لهذه الورقة، لما عجبه فيها هو هذه السمة غير الموضعية، نون لوكال. هو أراد هيدن فاريبل ثيري، أراد نظرية متغيرات مستترة، ولكنه أرادها أن تكون موضعية وهذه لم تكن موضعية، فهو لم يتحمس لديفيد بوم. لكن فتح الطريق ديفيد بوم أمام التحدي، تحدي تأويل كوبنهاجن، فتح الطريق على مصراعيه. فتح الطريق على مصراعيه ديفيد بوم. طبعا ديفيد بوم بعد ذلك، يعني بعد ذلك اشتغل على نظريته وطورها هو وآخرون، واستطاعوا أن يبينوا أنهم يستطيعون أن يحصلوا بهذا التأويل على كل ما يحصل عليه عادة تأويل كوبنهاجن. يعني استطاع أن يفسر كل شيء تقريبا، لكن كما قلت لم يعني عدم انسجامه مع نظرية النسبية الخاصة أفقده الكثير من صدقيته، وأيضا لم حتى الآن لم يتم تطوير نظرية بوم في اتجاه نظرية المجال الكوانتمي، كوانتم فيلد ثيوري. الحقيقة من الإنجازات الكبيرة لتأويل كوبنهاجن أنها قادت إلى نظرية ناجحة جدا، هي نظرية المجال الكوانتمي. ديفيد بوم بعد ذلك أدرك إنه أن تأويله في الواقع فيه إشكالات فيزيائية وفلسفية عميقة جدا، فانصرف لتطوير هذه الامبليكيشنز او المنطويات. يعني وجد ان هناك منطويات عميقه جدا فلسفيه وفيزيائيه، وانصرف في الواقع لبيان هذه المنطويات، والف كتبا مهمه جدا يمكن دراستها فلسفيا وفيزيائيا في الواقع. على اي حال، هي كانت تحدي فتحت الطريق. كيف فتحت الطريق امام الاخرين؟ هذا ما ساتناوله
في محاضرة قادمة سأبين كيف فتح الطريق أمام هيو إيفرت في تأويله المتعدد العوالم، وأيضا إلى العمل العظيم الذي قام به جون بيل في ستينيات القرن العشرين. هذا ما في الواقع سأتناوله في محاضرة قادمة، فإلى اللقاء.